ايضا ساين سيتا تان سيتا على 1 ناقص كوزين سيتا بتساوي 1 زائد كوزين سيتا مضروبه في سيك سيتا. تعال نشتغل هنا في المساله دي. هو هنا عايز يثبت انها ايه؟ انها متطابقه. ناخد الليفت هاند نشتغل عليه ونبسطه، وبعدين ناخد الرايت هاند ونبسطه، او ممكن ناخد الليفت اوصله الرايت مباشره مفيش مشكله. يبقى انا همسك هنا ايه؟ الليفت هاند سايد، واللي ساين ثيتا مضروبه في تان سيتا على 1 ناقص كوزاين سيتا. لو انا حاولت اخليه كله في الكوزاين والساين، همسك التاني اخليها ساين على كوزاين، هيعمل لي كسر مركب. يبقى على طول بسرعه اعملها القسمه العاديه. يبقى ساين سيتا مضروبه في تان سيتا تقسيم كوس في 1 ناقص كوزاين سيتا. شوف كده حطيتها كلها في قوس، هي تقسيم 1 ناقص كوزاين سيتا. طيب هنا ساين سيتا، طب مضروبه في التان، خليها ساين ها سيتا على كوزين سيتا. تمام. القسمه اللي هنا هخليها ايه؟ هخليها ضرب. تمام. ده 1 زائد كوزين سيتا على 1، هخليها 1 على 1 ناقص كوزين سيتا. قلبت اللي بعد القسمه، اللي بعد القسمه ده عملت له عمليه قلب، حولتها ضرب وخليتها وقلبت. طيب هنا تحولت المساله لساين تربيع سيتا في البسط، ساين سيتا في ساين سيتا بساين تربيع سيتا على كوزين سيتا. تمام. ضرب 1 على 1 ناقص كوزين سيتا. طيب دلوقتي تقدر تعمل حاجه؟ مش قادر تعمل اي عمليه تبسيط في المساله خالص، كانك توقفت. طب حاول تخليها كلها في الكوزين او كلها في الساين. طيب من عندي الساين تربيع اقدر احولها لكوزين. الساين تربيع خليها ايه؟ شوف كده الساين تربيع تتحول لايه؟ 1 ناقص كوزين تربيع سيتا على كوزين سيتا. شايف التحويله دي؟ ايه. الساين تربيع تحولت لواحد ناقص كوزين تربيع سيتا مضروبه في ايه؟ 1 على 1 ناقص كوزين سيتا. تمام؟ طيب ده برضه مش عارف اعمل اي حاجه، لكن 1 ناقص كوزين تربيع سيتا اللي باللون الاخضر دي انا علمتك انها تتحلل. تتحلل على انها فرق بين مربعين، افتكر كده، تتحلل فرق بين مربعين. نعمل لها قوسين كده اهي، 1 في 1 كوزين سيتا في كوزين سيتا مره سالب مره موجب. يبقى 1 ناقص كوزين تربيع سيتا دي تتحل الفرق بين مربعين، الواحد 1 في 1، الكوزين تربيع سيتا كوزين سيتا في كوزين سيتا، مره سالب مره موجب على كوزين سيتا. خلي بالك ده اللي باللون الاخضر، ما شوف شوف اهو اللي باللون الاخضر هو اللي بيتحول معاك اهو. ده مضروب في 1 على 1 ناقص كوزين سيتا، هذا قوس كامل لوحده كده كان موجود في الاصل هنا. طب في اقواس تحذف؟ في اقواس تحذف. شايف القوس اللي يحذف؟ القوس 1 ناقص كوزين سيتا يحذف مع القوس 1 ناقص كوزين سيتا. طيب اعمل عمليه الضرب 1 زائد كوزين سيتا في 1، طلعت 1 زائد كوزين سيتا في البسطه، طلع جزء اهو، شوف كده، على كوزين سيتا. واحد زائد كوزين سيتا اهي طلعت، كانت موجوده هنا اهي، اهي 1 زائد كوزين سيتا، اوريها لك كده اهي، هذه اوريها لك تاني، اللي باللون الاصفر اللي انا بضغط عليها دي اهي طلعت لي في الاجابه. طب باقي لي بقى السك تطلع لي ازاي؟ خلي بالك هنا هذه كانها مضروبه في 1 اهي، كان الكوز ده مضروب في 1 مش هيأثر معاك. طب 1 على كوزين سيتا مش بسك؟ الكوزين سيتا دي لما تحب ترقاها فوق ترقاها سك، لان 1 على كوزين سيتا بسك. يبقى ممكن اقول دلوقتي خلاص اشوف ايه اللي هيحصل، هكتب الكوس ده زي ما هو، 1 زائد كوزين سيتا، الكوس ده كله انت شايف
مش عندك مشكلة عليه. طب فين السك؟ آه هنا كأن في واحد، شايف الواحد ده أهو، واحد كأن في واحد، كأنها مضروبة في واحد، مش مشكلة، هو واحد واحد على كوزين سيتا، واحد على كوزين سيتا اللي هنا بسك أهي، هذه ممكن أشيلها وأكتب مكانها سك. القوزين في المقام لما أحب أرقاها في البسط ترقى بالمقلوب تبقى السك سيتا، يبقى مضروبة في سك سيتا. طب السك سيتا ما هي واحد على الكوزين، شايف واحد على الكوزين سيتا دي هي سك سيتا، واحد على الكوزين سيتا هي سك سيتا. تقول لي طب هو الواحد فين؟ اقول لك ما هي مضروبه في واحد، ايه المشكله؟ الواحد مش هيأثر. او واحد يعرف تاني، الكوزين لما تبقى في المقام وتحب تطلعها فوق طلعها بسك سيتا. طب ما هو ده الرايت هاند، هو ده الرايت هاند اهو، الرايت هاند سايد، يبقى تمثل متطابقه.